السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم بفيديو هام جدا وتفاصيل جدا هامة. بداية ضعوا إعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة عشان توصلكم جميع التفاصيل، وطمنوني عنكم عن صحتكم إن شاء الله كل أموركم تمام، الله يسعد مساكم يا رب. الموضوع الأول يا أخوان، دولة أوروبية وفرصة رائعة. وأنا عم قلب يا أخوان عبر الإنترنت، بصراحة طلع معي فيديو لدولة أوروبية. هاي الدولة يا أخوان اسمها سان مارينو. مميز ميزة هاي الدولة يا أخوان إنه عدد السكان فيها 30,000 شخص فقط. كل فترة وفترة بيطلبوا ناس للزواج يا أخوان، فالأشخاص اللي حابين يروحوا يتزوجوا وبنفس الوقت يروحوا يعيشوا أو بنفس الوقت ممكن يروحوا يستقروا بهي البلد، فبإمكانهم البحث عن التفاصيل اللي بتخص هاي البلدة. هاي الدولة يا أخوان اسمها سان مارينو، مثل ما شفتوها قدامكم على الشاشة. هلا كيف بيروحوا عليها؟ شو وضع الفيزا؟ بدون فيزا؟ شو ترتيبتها؟ كيف بنراح عليها؟ إخواني هذا الشيء أنتوا ابحثوا عنه وشوفوا، لابد إنه توصلوا لطريقة تكون سهلة. الموضوع الثاني هام جدا بما يخص الجنسية التركية. أمور تخص الجنسية التركية يا أخوان لازم الجميع ينتبه عليها، سواء في أشخاص لسه ما ترشحت للجنسية أو في أشخاص حاليا مرشحة إلى الجنسية. في عدة أمور لازم ينتبهوا عليها، واللي هي التحقق من جميع المخالفات والضرائب إذا كان موجود على اسمه ودفعه بشكل مباشر. أحيانا يا أخوان إذا شخص في على اسمه مخالفة أو ضريبة أو محكمة رح تأخر موضوع الجنسية التركية تبعه. منشان هيك في ناس سألتني نحن طولنا بهي المرحلة أو نحن علقانين بهي المرحلة من زمان. لازم تتحققوا من كل أموركم القانونية، لأنه الشخص يا أخوان بس يفوت على الجنسية التركية الكملك القديم بيتم إبطاله، بتغير رقم التاجية تبعه، بتتغير كتير أمور بحياته. فقبل ما ينتقل على المرحلة الأخيرة إذا كان في عليه ديون ومخالفات ومحاكم لازم يصفيها. طبعا رح خلي لكم بوصف هذا الفيديو طريقة للتحقق من جميع المخالفات والضرائب والمحاكم عبر الإيدولات. الموضوع الثالث، في كتير ناس سألتني شو هي أسباب رفض إذن السفر، وهل فعليا صدر قرار جديد يخص إذن العمل وأسباب رفض إذن العمل أيضا. إخواني الكرام قبل ما تسألوا عن سبب رفض إذن السفر لازم تتحققوا إذا فعليا أنتوا قدمتوا على إذن السفر بطريقة صحيحة. رح خليكم بأول تعليق مثبت كيفية التقديم على إذن السفر بشكل صحيح. إذا فعليا قدمتوا بشكل صحيح وإجاكم رفض لا تحاولوا يا إخوان، بيكون السبب إما الولاية اللي عم تقدموا عليها هي من أحد الولايات اللي ما بتقبل إذن السفر إلا لحالات استثنائية معينة كإذن العمل أو جامعة مثلا أو غيرها من الأمور، إما بيكون في حظر مؤقت على هاي الولاية إنه يتم منح إذن السفر عليه من قبل إدارات الهجرة. وبأغلب الأحيان يا أخوان بالنسبة للولايات الكبيرة مثل ولاية اسطنبول أو غيرها يلي فيها عدد سكان أجانب كتير، ما عم يتم منح إذن السفر عليها إلا إذا الشخص عم يكون عنده إذن عمل أو طالب جامعي تقريبا. وحتى في ناس من جديد عم تكتب لي بالتعليقات إنه عنا إذن عمل وقدمنا وما أجانا إذن سفر. لازم تتبعوا الطريقة الصحيحة، كيفية إرفاق الملف بشكل صحيح، كيفية إرفاق الأوراق المطلوبة، كل هذا رح خلي لكم إياه بأول تعليق مثبت ضمن فيديو واحد. بالنسبة لموضوع رفض إذن العمل، حالات رفض كتير يا أخوان عم تجي بالنسبة للأشخاص اللي عم يقدموا على إذن عمل وهن مقيمين باسطنبول، يعني الكملك تبعهم غير ولاية وهن مقيمين بولاية اسطنبول وعم يتم رفض إذن العمل تبعهم. طبعا في أشخاص عم تنقبل وفي أشخاص عم ترفض. أسباب رفض إذن العمل يا أخوان كتيرة ولا يمكن تعدادها. يعني مثلا ممكن وقت يتم رفض شخص معين يبعثوا له انه تم رفضك من شان البند فلان، ولكن هذا البند في له معايير كتيرة. يعني يا اخوان اسباب رفض اذن العمل، هل هي لها علاقه بمكان العمل؟ هل هي لها علاقه بالعامل؟ هل هي لها علاقه بميزانيه صاحب العمل؟ هل هي لها علاقه بعدم دفع الضرائب من قبل صاحب العمل؟ هل هي لها علاقه بعدد العمال نفسهم؟ هذا الشيء يا اخوان الشخص الوحيد اللي بيقدر يتحقق منه هو الشخص اللي قدم لكم على اذن العمل. لما بيجي رفض على اذن العمل لازم يتصل على وزارة العمل أو يعرف سبب رفض إذن العمل بنفسه، لأنه في أسباب كتير يا أخوان، في أكثر من 100 سبب لرفض إذن العمل. الموضوع الأخير يا أخوان وبنصح جميع السوريين والأجانب أنه ياخذوه بعين الاعتبار هو موضوع الفواتير، سواء فاتورة مي، سواء فاتورة كهرباء، سواء فاتورة غاز أو فاتورة انترنت. في كتير ناس ما بتجي الفاتورة على بيتها، يعني مثلا فاتورة المي بتطلعوا على مكان المي أو عداد المي بيشوفوا الفاتورة مو موجودة، فبيقولوا أنه هذا الشهر الفاتورة ما أجت. في ناس تفاجأت أنه ما أجت الفاتورة ولكن هي فعليا الفاتورة جايتهم ولكن مو واصل عند بيتهم. تفاجأوا فيما بعد انه في فاتورة فعليا وجاي عليها ضريبة ايضا ومخالفة. مشان ما توقعوا بهي التفاصيل كلها يا اخوان، الفاتورة اللي عندكم سواء كنتوا باي ولاية معينة اسم الفاتورة نفسه اكتبوه على الاي دولات. اخواني لما بتسجلوا الدخول على الاي دولات اكتبوا اسم الشركة تبع الفاتورة اللي انتوا تابعين لها، واذا في فاتورة على اسمكم رح تبين، واذا في فاتورة لازم دفع رح تبين من غير ما تجيكم فاتورة بشكل نهائي. يعني يا اخوان ما في داعي انه تستنوا الفاتورة لحتى تجي على الباب، قبل ما تجي اصلا فوتوا على الاي دولات تبعكم بما انه الفواتير على اسم
اسمكم وتحققوا فعليا اذا في فواتير اجت على اسمكم او لا. في عنا امور جدا هامه بالايام القادمه، لا تنسوا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو، واذا عندكم سؤال او استفسار فيكم تكتبوا بقسم التعليقات. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.